زي لا غلط نعلمك كيف تكون عليه يتربص هذا معناه شفت لا والله نفس لهجتنا يتربص يتكبر واحد من اخوان ولا تمام هو مش عامل اطول امانه بهاي بهاي صح بهاي اطول صح طيب من الاسم انا ولا هو هو لبس ثياب قريحة معي ثمان ثياب جايبها ما لبست الا اثنين سته وينها سعد يترزز ثوبي وين يا سعد ايوه حتى قبل امس امس ولا قبل امس طيب ثوبي وين ما كنت موجود انت اسمع ثوبي وين اللي معك ما في شيء طول هذا طول انا لا هو انا لبس ثوب اول امس كان كذا هلا بيه ولك وين والله انت تفصل فيا معلش يعني انت تفصل في ماركات عالميه يا بهاي انت تفصل في اماكن احنا ما نقدر نفصل فيها طيب من امكانيات ناخذ ملابسك ثوب وينه انت تلبس بدله انا تلبس بدله انا والله ابغى دايم ثوبي وينه تعال سعد سعد ثيابي وين هلبي ثيابي وين انا ومسعود انا ومسعود في دولاب واحد لو صار عندي ثيابي انا ومسعود في دولاب واحد انت حزمت ملابسك الملك حزنت اعطيت الرجال ذا ثوب واحد بس اسمع اسمع تعال تعال وين تجي وين تجي تعال امس طال عمرك قال شوف شوف كيف الثوب بالله قلت حلو قلت راح حق بهاء انا بعلمك تعال بهاء انا بعلمك اتوقع تفعل انا بعلم اصبر انا بعلمك طيب خلاص دقي الثوب اللي لبسته انت وينه لبسته في الدروب حقي مطشوش تحت حلو ايوه امس حلو برافو برافو يا سلام حلو هذا واحد بس انا من جمني بخيت الثوب هذاك اللي خذيته انا لقيت ست ثياب مكويه وين هي ما ادري عنك استورد في ثوب انا لبسته ايه حط رميته استورد انا لبسته قاعد اتحرك كذا تعال انا لبست ثوب طيب رسام جاء علي موده جاء كذا وين بس كان مسيع شوي بس كان مرزز وكان قماشه فخم في اللي بك اللي في استورد تحت عندي تحت عندي تحت خاشه ايوه خاشه تعال انا حاضر ثوبي لقب وجهك تعال ها روح طلع ثوب ثوبك الوصل ابو متعب خليك طيب انا الشايب عقب هالوده طيب غير ثيابي راح غدت ما عاد عندي ولا الرجال ما عاد معاه ثوب والسبه كلها شايب والله بس عاد ثيابي انا انت السعد يعني بمسك يا ولد انا جاي هنا بثمان ثياب ثمانية انا تخيل جايب 13 ثوب انا والله انا جايب اربع ثياب ما عاد معلل العرض غريبه يا مريض ابو متعب شوف النحل انا والله ما عاد اتحمل انا والله مضيع لي ملابس سعد خل بهاي شوي نديك واجب الربي واجب الربي ارجع ابو الربي طب اسمه ابو الربيع الرجال ربيع الرجال يا اخي بنجيب له ربيع هو يسوي شاي ربيع يجيك شاهي والله ليتم ما بالربيع الورق ذا اللي يجيك مفتوت خلنا نروح ناخذ ثياب ترى اني طالبكم تجيبون ثياب خليني اغسلها انا ادري كم جايب ثوب انا يمكن اضربك ابراهيم اجهز اغسل ابغى اجهز والله رزق حد انه بكره البراي يقطعون الضحك اللي بيجي بكره لا الليله يطلعون السته الليلة يطلعون الستة اللي من ضمنهم بهاج الأكلبي وعبد الله الشهراني سعد بس اسمع في موتر ننزل إلى بيشة ايه بشي بسعد في موتر دق على العيال بشي بسعد